شهدت البطولة السنوية المفتوحة للبولينج التي تنظمها اللجنة العمانية للبولينج مشاركة كبيرة من أبرز لاعبي ولاعبات البولينج في سلطنة عمان في البطولة التي أقيمت بمركز السيب للبولينج. طبعا هذه البطولة تعتبر من البطولات القوية في السلطنة على مستوى لعبة البولينج، والحمد لله رب العالمين عدد المشاركين 48 لاعب، هذا عدد كبير مقارنة بالسنوات الماضية. الحمد لله اللعبة في تطور مستمر، ونتمنى نشوف مثل هذه البطولات أكثر وأكثر في قادم الأعوام إن شاء الله. ومنافسة قوية، يعني أسماء بارزة في هذه المنافسة تحديدا، يعني عندك اللاعبين المنتخب وأيضا لاعبين الأندية على مستوى السلطنة، وكذلك اللاعبين الممارسين اللعبة بشكل مستمر. طبعا اليوم شاركت في هذه البطوله ثاني مره في هالاسبوع، فكانت منافسه قويه، وطبعا الاويل كان صعب بالنسبه لنا، فالمنافسه مع الشباب هي افضل فرصه لنا ان نحن نشوف قدراتنا كنساء، فمنافسه الشباب هي تعتبر يعني الانجاز القوي لنا نحن ان ننافس الشباب، لان الشباب عندهم قوه اكثر، ودوران الكوره عندهم اكثر، كل شيء عندهم، اساليبهم وطرقهم في البولينج عندهم اكثر، فنحن كنساء شوية يعني قوتنا أضعف من الرجال، فلكن نشوف أن منافستنا ما في فرق بينهم، يعني حتى السكور اليوم كان شوية قريب من بعض، فيعني منافسة قوية، يعني ما في فرق بين النساء والرجال. وشكل المتأهلون للأدوار النهائية حضورا مميزا في البطولة بعدما قدمت المنافسات تنافسا وتقاربا كبيرا في النتائج والمستويات، كما ساهمت البطولة في صقل وتطور المستوى الفني للاعبين. والله تطور اللاعب العماني تطور جيد، يعني من أفضل لأفضل، يعني كل سنة إن شاء الله يعني عندنا لعيبة جدد وعدد المشاركين كثير، ونطمح للأفضل إن شاء الله. يعني هذه البطولة طبعا كانت فرصة جيدة لي إني أشارك فيها، لأن هذه البطولات أصلاً يعني تطور من مستوانا أكثر، خلينا نحن يعني نعيش أجواء البطولات الخارجية، كيف لما يكون في اختلاط بين الجنسين شباب وبنات، فهالشيء وقت طور من مستواي الحمد لله. وتمثل هذه البطولة أهمية كبيرة للاعبي المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض غمار بطولة العالم للبولينج للمرة الأولى في تاريخه، والتي تستضيفها دولة الكويت مطلع أكتوبر المقبل، وتستقطب نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 24 منتخبا. والله بإذن الله احنا مستعدين، تبرنا فترة طويلة، وهذه شبه البطولة الأخيرة المحلية الأخيرة قبل ما إن شاء الله نسافر، اللي هو يوم التاريخ 2 أكتوبر بإذن الله، وراح ننافس فيها بإذن الله. الظهور الأول المرتقب في المحفل العالمي يسعى من خلاله المنتخب إلى الوصول لأرقام جيدة وضعها الجهاز الفني للاعبينا في الترتيب العام. هذه البطولة كانت فرصة ذهبية لقياس مدى جاهزية اللاعبين قبل خوض منافسات كأس العالم، والتي سوف تقام في دولة الكويت. من مركز السيب للبولينج، خليفة بن سليمان السريري.